طلبة طلبات الشهادة الثانوية، أهلا بيكم. معكم سرور الوطني، مقدم مادة اللغة الإنجليزية بالتلفزيون المصري وقناة مدرستنا. إن شاء الله هيبقى لنا لقاء مع بعض في مراجعة ليلة الامتحان. مش عايزكم تلاقوا أي حاجة. لو في بتعرفش تحل سؤال الجرامر، ما بتعرفش تتعامل مع الباسج القطع، ما بتعرفش تحل سؤال الترجمة، ما تقلقش من أي حاجة خالص. إحنا عاملين يا ولاد مراجعة بي دي إف، حاجة قوية جدا. عامل لك تلخيص لأهم الكلمات اللي عندك، عامل لك أسئلة مجابة على الجرامر والفوكابلري. كل سؤال أنا مجاوبه، شارح لك سبب الإجابة. تقدر حتى وانت ماشي على اللجنه الصبح تراجعها بمنتهى السهوله الاجزاء دي. عامل لك كمان سؤال القطع، عامل لك قطعتين جامدين جدا، وشارح لك ازاي تتعامل مع اي سؤال يجي لك في الباسج في القطعه. عامل لك تراجم قويه قوي برده من واقع المنهج بتاعنا. الاسئله بتاعتنا كلها بتقيس نواتج التعلم. الاسئله ما عندناش في المراجعه بتاعتنا اسئله تعجيز زي ما وردت في بعض الكتب. اسئلتنا برضو ما بتقيسش مهاره الحفظ، لان الحفظ طبعا اسئله الحفظ مش هتجي لنا في الامتحان السنه دي. ان شاء الله بنوعدكم مراجعه قويه جدا ان شاء الله، ونشوفكم على خير.